بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس التاسع. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه ما انتهى إليه أمر عبده ورسوله عيسى بن مريم مع اليهود المعاصرين له، وذلك بعدما عرض عليهم، بعدما دعاهم إلى الله وأخبرهم أنه رسول الله إليهم، وعرض عليهم ما آتاه الله من المعجزات، لكن هذا كله لم يجدي فيهم شيئا، وأصروا على كفرهم وعنادهم وإنكارهم لرسالة عيسى عليه الصلاة والسلام بعدما تبين لهم الحق وقامت عليهم الحجة. عند ذلك قال المسيح عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ طلب من يناصره ويعينه على هؤلاء الكفرة المعاندين. قال الحواريون وهم أتباعه وتلاميذه: نحن أنصار الله، آمنا بالله
واشهد بأننا مسلمون. ثم دعوا ربهم فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلما رأى اليهود هذا وأن عيسى عليه السلام له أنصار وأتباع وأنه سيستمر على دعوتهم إلى الله وإنكار ما هم عليه من الكفر، عند ذلك لجأوا إلى حيلة الاغتيال لعيسى عليه السلام كما هي عادتهم في قتل الأنبياء. أرادوا أن يلحقوا عيسى بمن قتلوه من أنبيائهم، ومكروا ومكر الله، أي اليهود مكروا بعيسى عليه السلام ومكر الله بهم، لأن الجزاء من جنس العمل، والمكر هو إيصال العقوبة والأذى، إيصال العقوبة والأذى إلى الغير بطريق خفي لا يرى ولا يعلم، طريق خفي، هذا هو مكر المخلوقين، أنهم يمكرون بغيرهم بمعنى أنهم يدبرون له الأذى ويدبرون له المكايد خفية، ولكن الله لا يخفى عليه شيء، فالله سبحانه مكر بهم بمعنى أنه سبحانه دبر أمرا لا يقع في حسبانهم ولا يعرفونه، دبر لعيسى عليه السلام أمرا خفيا نجاه به من مكرهم، والمكر من الله سبحانه وتعالى محمود لأنه عدل منه سبحانه، لأنه عدل من الله جل وعلا. وأما المكر من المخلوق فإنه مذموم، لأنه ظلم وعدوان. ففرق بين مكر المخلوق ومكر الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا قال والله خير الماكرين، أي أن مكره ليس كمكر المخلوقين الذين يظلمون الناس ويسرون لهم العداوة والانتقام، بل مكر الله جل وعلا مكر محمود لأنه عدل منه سبحانه وعقوبة لمن يستحق العقوبة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما هو مكرهم بعيسى عليه السلام؟ أنهم ذهبوا إلى ملك من الكفرة من المشركين، أنت ما لجأوا إلى واحد من اليهود، لجأوا إلى مشرك، ملك مشرك كافر، لجأوا إليه ووشوا بالمسيح عليه السلام، وقالوا إن هذا الرجل يريد أن يفسد عليك ملكك ويؤلب عليك الناس. فعند ذلك غار هذا الملك الظالم على ملكه، غار على ملكه وخاف من هذا الرجل الذي وصفوه له بغير صفته الحقيقية. عند ذلك أرسل هذا الملك
أرسل فرقة لقتل المسيح عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام وهو وحواريه في غرفة، حاصروه في غرفة ودخلوا عليه يريدون قتله، فالله مكر بهم فألقى الشبه، ألقى شبه المسيح على رجل من الحاضرين حتى صار كأنه المسيح. قيل إن هذا الرجل هو من الكفرة المعتدين، وقيل إنه من أتباع المسيح. قال له المسيح: يلقى عليك شبهي فتقتل فتدخل الجنة. فقبل ذلك، قبل ذلك أن يلقى عليه شبه المسيح وأن يقتل ويصلب ويدخل الجنة. هذا قول ثاني. المهم أنه ألقى الله شبهه على غيره وصار كأنه المسيح، فأمسكوه وقتلوه، أمسكوه وصلبوه أولا وهو حي، وثبتوه بالمسامير على الخشبة في يديه ورجليه، ثم قتلوه مصلوبا وظنوا أنه هو المسيح. أما المسيح عليه السلام فإن الله رفعه من بينهم ولم يشعروا به، من فتحة في السقف، في سقف الغرفة، رفع الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام من بينهم وهم لا يشعرون. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. أوحى الله إليه بهذا: إني متوفيك. ليس المراد وفاة الموت، وإنما وفاة بمعنى النوم، لأن النوم وفاة، فألقي النوم على المسيح عليه السلام ورفع، والنوم يسمى وفاة. قال الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار. توفاكم بالنوم، يعني النوم وفاة صغرى. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، يعني بالنوم. الله يتوفى بالموت ويتوفى بالنوم. ووفاة المسيح هي من هذا النوع الثاني، وفاة بالنوم. وقيل معنى متوفيك أي قابضك، والقبض يسمى توفيا. قابضك من بينهم ورافعك إلي، هذا فيه أن الله جل وعلا في العلو، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ففيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. ورافعك إلي، رفع وهو حي عليه الصلاة والسلام، ورافعك إلي، هذا شرف عظيم أنه يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، وحماية
لعبده ورسوله. هذا هو المكر الذي دبره الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون. أولا أنه ألقى شبهه على غيره فقتلوا هذا الغير يظنونه المسيح. والأمر الثاني أن الله رفعه من بينهم وهم لا يشعرون بذلك، والله على كل شيء قدير. وهذا كما مكر المشركون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أراد الهجرة، اجتمعوا ليمنعوه من الهجرة وتشاوروا ماذا يعملون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، الله خير والله خير الماكرين. فالله مكر لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن خرج من بين المشركين وهم لا يشعرون، وجعل عليا رضي الله عنه على فراشه ينظرون إليه يظنون أنه الرسول، فصاروا ينظرون إلى علي على الفراش يظنون أنه الرسول ويتحرون خروجه ليقتلوه. وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، وذهب هو وأبو بكر الصديق واختفيا في غار ثور، ولم يستطيعوا القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أنهم وقفوا على الغار فالله أخذ أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما وقفوا على باب الغار الرسول صلى الله عليه وسلم عند أقدامهم، فعند ذلك خاف أبو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فهذا مكر من جنس مكر اليهود بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إني متوفيك ورافعك إلي. فرفع المسيح هذا أمر متواتر أنه رفع وهو حي لم يمت، وأنه سينزل في آخر الزمان. قال تعالى وإنه لعلم للساعة، أي المسيح عليه السلام علم، وفي قراءة لعلم للساعة أي من أشراط الساعة، نزوله في آخر الزمان من علامات الساعة. وإنه لعلم للساعة فلا تمتروا النبي. والله رفعه إلى السماء وبقي حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتوفاه الله. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بالمسيح عليه السلام، قبل موته، أي موت المسيح في آخر الزمان يؤمنون به
ولا يبقى هناك من يكفر بالمسيح عليه السلام. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فالوفاة بالموت إنما تكون للمسيح عليه السلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء لقتل الدجال وإعلاء كلمة الله والحكم بدين الإسلام، وحينئذ يؤمن به اليهود. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ما يبقى أحد يكفر به عليه الصلاة والسلام. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من أذاهم، مطهرك ومنزهك من أذاهم وكفرهم وشرهم. وبعد رفعه عليه الصلاة والسلام أيضا يجعل الله الذين اتبعوه فوق الذين كفروا، الذين اتبعوا المسيح يرفعهم الله على من كفر به. الذين اتبعوه قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هؤلاء يرفعهم الله على الكفار الذين كفروا بعيسى عليه السلام. وأيضا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون في قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فهذه الأمة متبعة للمسيح ولغيره من الأنبياء، يؤمنون بكل المرسلين، يؤمنون بكل الرسل ومنهم عيسى عليه السلام. جعل الله هذه الأمة فوق الذين كفروا من أهل الأرض، ومكنهم من الاستيلاء على المشارق والمغارب، وسقطت تحت أقدامهم دولة كسرى وقيصر وملوك الأرض، وظهر الدين كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وظهر دين الله ورفع الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما رفع أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام على الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، في مدة الدنيا إلى أن تقوم الساعة. والمؤمنون أعز من الكفار ولله الحمد، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فمن تمسك بهذا الدين فإنه هو الأعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وجاعل الذين اتبعوك من أمتك والذين اتبعوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، مدة الدنيا. وهذا شيء مشاهد، فاليهود أذلهم الله، غربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، غربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فاليهود في ذلة دائما وأبدا، ولا تقوم لهم دولة إلا بمساندة غيرهم لهم. فالآن كما ترون ما قامت لليهود دولة إلا بمساندة الكفار من أمريكا وغيرها. وضربت عليهم
الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم ما قاموا من أنفسهم، وإنما أقيموا، أقامتهم الدول الكافرة وركزتهم في فلسطين، لا بقوتهم وقدرتهم، وإنما بدفع من الكفرة والأمم الكافرة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله ينصر المسلمين عليهم ويقتلونهم عن آخرهم ويبيدونهم، وإن بقي منهم شيء فإن المسيح عليه السلام فيتبعون الدجال، فينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فالجزية ما يقبلها منهم، ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى يكسره، لأنه يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم يوم القيامة، كل الناس يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بين اليهود والنصارى وبين المسلمين والمؤمنين، فيحكم بينهم يوم القيامة بحكمه العدل، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فماذا المصير؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الذين كفروا يعذبهم الله عذابا شديدا في الدنيا بالمصائب والنكبات وتسليط الأعداء عليهم، وفي الآخرة بالنار والعياذ بالله خالدين مخلدين فيها. فأما الذين كفروا فأعذبهم لكفرهم، لأن الكفر هو علة التعذيب، لا يعذبهم الله ظالما لهم وبغير استحقاق، وإنما يعذبهم بكفرهم. أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، لا أحد يدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقيهم وينصرهم ويمنعهم من عذاب الله سبحانه إذا أرادهم بالعذاب، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالرسل ومن جملتهم المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأما الذين آمنوا فيوفيهم أجورهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، لا يبخسهم شيئا من أجورهم، والجزاء إنما هو على العمل، سواء جزاء الخير على عمل الخير وجزاء الشر على عمل الشر، ولا يظلم ربك أحدا، فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الله جل وعلا لا يحب الظالمين، الله يحب سبحانه ويبغض ويكره ويسخط ويغضب كما يليق بجلاله، لكنه إنما يحب المؤمنين، يحب المؤمنين. وأما ما قاله اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة باطلة،
رد الله عليها بقوله والله لا يحب الظالمين، وهم اليهود والنصارى ومن كفر بالله سبحانه فإن الله عدو للكافرين وهو ولي المؤمنين، والله لا يحب الكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك نتلوه عليك. ذلك أي خبر مريم ونشأتها وكفالة زكريا لها، وخبر مولد المسيح عليه السلام من أم بلا أب، وخبر المعجزات التي أعطاها الله للمسيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا كله، حتى إنه أمي لا يقرأ، حتى يقال إنه قرأ هذا في الكتب، وإنما الله علمه إياه. ولهذا قال نتلوه عليك، نتلوه يعني يتلوه جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله، نتلو عليك هذا القصص الذي ما شهدته ولا حضرته ولست تقرأ في الكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلا يقال إنه قرأ هذا في الكتب، لأنه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب، وإنما هذا وحي أوحاه الله إليه، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ذلك نتلوه عليك من الآيات، من آيات القرآن والذكر الحكيم. والذكر هو القرآن، القرآن له أسماء، منها الذكر الحكيم والقرآن والفرقان والتنزيل غير ذلك. ذلك نتلوه عليك من الآيات، والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزات. والذكر الحكيم وهو القرآن، الرسول ما كان يقرأ، من أين تعلم القرآن؟ تعلمه من الله جل وعلا بواسطة جبريل، علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام، علم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، الرحمن علم القرآن، الله هو الذي علم القرآن وأرسل به جبريل عليه السلام. نتلوه على والذكر الحكيم، هذا من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا رادا على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، أو قالوا ثالث ثلاثة، أو قالوا المسيح هو الله تعالى الله عما يقولون، لمقالات النصارى، هذه مقالات النصارى. الله ما هي شبهتهم أنه ابن الله؟ شبهتهم أنه ولد من غير أب، أنه ولد من غير أب، وذلك بأمر الله حينما قال له كن فكان عليه الصلاة والسلام كما أمر الله جل وعلا. قالوا هو ابن الله لأنه ليس له أب، هذه شبهة النصارى. الله جل وعلا رد عليهم بأن فيه من هو أولى من المسيح، المسيح خلق من أم بدون أب، لكن آدم عليه السلام أبو البشرية
خلقه الله من تراب من غير أم ولا أب. فالذي قدر على خلق آدم من غير أم ولا أب ألا يقدر على خلق المسيح من أم بلا أب؟ هو قادر سبحانه وتعالى على ذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. إذن فآدم أولى من المسيح أن يكون ابن الله أو هو الله تعالى الله عن ذلك، وهم لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك. خلقه من تراب بلا أم ولا أب، ثم قال له كن فيكون. ثم قال جل وعلا الحق من ربك، الحق من ربك، فلا تكونن نعم فلا تكن من الممترين. الحق الذي جاءك وبيناه لك من قصص المسيح عليه السلام هو من ربك جل وعلا، ليس من أساطير الأولين، وليس من تعليم المعلمين من البشر. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده امتراء، لكن هذا تعليم للأمة أن لا يكون عندهم مرية، أن لا يكون عندهم مرية في أمر المسيح، ولا تروج عليهم شبهة النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله. فلا يمتري مسلم في هذا بعدما بين الله أنه خلق آدم من تراب، فهو قادر على أن يخلق عيسى من أب من أم بلا أب، فلا يمتري في هذا أو بهذه الشبهة النصرانية، لا يمتري فيها من في قلبه إيمان بعدما بين الله سبحانه البرهان الواضح المفحم للنصارى. ثم قال جل وعلا فمن حاجك فيه، أي في المسيح عليه السلام، وهذا رد على نصارى نجران، لأن السورة من أولها ومطلعها كله نزلت في قصة وفد نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، لأن نصارى نجران يقولون إن المسيح ابن الله، يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت تسب المسيح، أنت تسب نبينا. لماذا؟ لأن رسول الله يقول المسيح رسول الله، عبد الله ورسوله، يقولون هذه مسبة، هذه مسبة للمسيح إنك تصفه بأنه عبد وأنه رسول، ولا تقول إنه ابن الله، أنت تسب نبينا. فالله رد عليهم قال فمن حاجك فيه أنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله، من حاجك في هذا فادعهم إلى المباهلة، ادعهم إلى المباهلة، فقل تعالوا أقبلوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، أي ندعو باللعنة على الكاذب منا أو أنتم. فمن حاجك فيه فقل تعالوا من بعد ما جاءك من العلم، يعني من القصص الذي ذكرناه لك وبيناه لك من أمر المسيح، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، نجتمع في مكان ثم نرفع أيدينا إلى الله فنقول اللهم لعن الكاذب منا. لما قال لهم هذا توقفوا وخافوا خوفا شديدا وأبوا الملاعنة،
لأنهم يعلمون أنهم هم الكاذبون، يعلمون أنهم هم الكاذبون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم بعد ما جاءك من العلم، وهم ليس عندهم علم، إنما هو تخرص وكذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فلما قال لهم هذه المقالة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، أي نرفع أصواتنا بالدعاء، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي ندعو باللعنة على الكاذب منا أو منكم. حينئذ توقفوا وخافوا، تشاوروا وقالوا: لا، لا تباهلوا، أنهم يعلمون أنهم ليس عندهم إلا الكذب. فخافوا أن تنزل عليهم اللعنة والسخط، قالوا: لا تلاعنوا، لا تباهلوا، ولكن صالحوه. فصالحوا محمدا صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية، صالحوه على دفع الجزية وأن يدخلوا تحت حكم الإسلام ويدفعوا الجزية أذلة وهم صاغرون، خضعوا لهذا ولم يقبلوا المباهلة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم أمينا من أمته يستلم الجزية منهم. فبعث معهم صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وقال: أبعثوا معكم أمين، أمينا حق أمين، بعثوا معكم أمين هذه الأمة، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلذلك سمي أبو عبيدة أمين الأمة عليه الصلاة رضي الله عنه، سمي أمين الأمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك. وبهذا انتهت القضية بين وفد نصارى نجران وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكصوا عن الجدال والمناظرة وخضعوا للجزية أذلة وهم صاغرون، ورفع الله الإسلام. وهذا تحقيق لقوله تعالى: وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. من هم الذين اتبعوا المسيح؟ النصارى أو المسلمون؟ المسلمون هم الذين اتبعوا المسيح عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا الذي أنزلناه عليك أيها الرسول وبلغناك به من سيرة المسيح عليه السلام لهو القصص، يعني الخبر الحق الذي لا كذب فيه، بخلاف قول النصارى فإنه كذب واضح، يعني كذب واضح. إن هذا لهو القصص الحق، لا ما يقوله النصارى في أمر المسيح عليه الصلاة والسلام. وما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وبذلك بطل قولهم إن المسيح ابن الله، لأنه لو كان ابن الله لصار إلها مع الله سبحانه وتعالى، لأن الولد شريك للوالد وشبيه له، تعالى الله عن ذلك. وما من إله إلا الله، هذا رد على النصارى أن المسيح ليس ابنا لله، لأنه لو كان ابنا لله لكان إلها مع الله سبحانه وتعالى، والله نفى أن يكون معه إله. وما من إله إلا الله،
قالوا من صلة تأكيد، والأصل ما إله إلا الله، فجاءت من مؤكدة للنفي، وما من إله إلا الله، فبذلك بطل قول النصارى إن المسيح ابن الله وأنه الرب. الآن يقولون الرب والمخلص، ويصفون المسيح بالربوبية، الرب والمخلص أو الابن أو ما أشبه ذلك من الأكاذيب والعياذ بالله. تسمعون هذا في إذاعاتهم صباحا ومساء، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، تأكيد بعد تأكيد، إن الله لهو، هذا حصر، لهو العزيز القوي سبحانه وتعالى الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي اليهود أي النصارى، إن تولوا أي النصارى وأعرضوا ولم يقبلوا الحق، فإن الله عليم بالمفسدين، فإن الله عليم بالمفسدين، حتى لو تظاهروا بأنهم مصلحون وأنهم يعظمون المسيح عليه السلام، لكن هذا ليس تعظيما، هذا غلو، والغلو ليس تعظيما، لا يجوز الغلو في البشر حتى يرفعوا إلى منزلة الألوهية كما فعل النصارى. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، ولو روجوا بالشبهات والأباطيل وبذلوا الحيل لنصرة دينهم وراجت شبهاتهم على بعض الجهال، فإن الله جل وعلا عليم بهم، لا يروج أمرهم على الله. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فهذا فيه، هذا فيه الرد على من يكذب على الله ويروج على الناس بالأكاذيب والباطل في حق الأولياء والصالحين والأنبياء، ويلبس على الناس أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. الله عليم بما يصنعون وما يفعلون، وسيجازيهم على ذلك، وسيفضح كذبهم علانية أمام الخلائق. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فدل على أن من غلا في نبي أو في ولي أو في صالح من الصالحين وزعم أن له مشاركة مع الله جل وعلا في النفع أو الضرر، فإنه مفسد في الأرض، وإن كان يظن أنه من المصلحين وأنه يعظم الأنبياء وأنه يعظم الأولياء ويعظم الصالحين، تعظيمهم ليس بالغلو، وإنما تعظيمهم باتباعهم والاقتداء بهم والثناء عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. أما أن يرفعوا فوق منزلتهم البشرية إلى منزلة الربوبية والإلهية، فإن هذا هو الإفساد الذي لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: هل يجوز السفر إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن السفر لزيارة القبور لا يجوز، لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر إنما يكون للمساجد الثلاثة، حتى المساجد اللي صلى فيها ما يسافر إلى مسجد منها إلا إلى الثلاثة فقط. فكيف يسافر للقبور؟ لو أن أحدا سافر ليصلي في مسجد جامع، في مسجد دمشق مثلا، المسجد الأموي، لو واحد سافر يصلي في المسجد الأموي أو يصلي مسجد الرياض مثلا، قلنا هذا مبتدع، هذا مبتدع، لأنه لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد في الأرض، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فكيف بمن يسافر للقبور؟ هذا أشد، وهذا وسيلة إلى الغلو في القبور واعتقاد أنها تنفع وتضر. فالسفر إنما هو للمساجد الثلاثة لأجل الصلاة فيها: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، الصلاة الواحدة، وما ينضاف إلى ذلك من الطواف بالبيت العتيق والاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي زيادة خير. أما السفر لأجل القبور فلا يجوز، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي قبر. والحمد لله قبور الأنبياء ما هي معروفة الآن إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء، وهذا فيه رحمة من الله، لأنهم لو عرفت لرأيت الناس تزاحمون عليها، الله أخفاها. إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف بالتحديد، ولا يسافر إليه ولا إلى غيره من القبور، بدليل هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا المراد به السفر للعبادة في مكان، أما السفر للتجارة، لصلة الأرحام، لطلب العلم، للسياحة المباحة، هذا مباح. إنما السفر للعبادة في مكان مخصص هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، ولا يسافر إلى غيرها من المساجد، ولا إلى القبور، ولا إلى الآثار، ولا غير ذلك، من آثار الصالحين أو غيرها. وكل حديث كما نص الأئمة كالحافظ بن حجر والحافظ بن عبد الهادي وشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، نصوا على أن كل حديث فيه الحث على السفر، الحث على السفر لزيارة قبر الرسول، فهو مكذوب، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حديث واحد يحث على السفر لزيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. كل حديث في زيارة السفر لزيارة قبر الرسول فإنه كذب، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل الحجامة تبطل الصوم؟ نعم، الصحيح أن الحجامة تبطل الصوم، للحديث
أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والحكمة في ذلك أن الحجامة فيها سحب للدم الذي فيه قوة الإنسان، فلا يحتجم الصائم، لأنه إذا احتجم ضعفت قوته يجتمع عليه الصيام، ويجتمع عليه خروج الدم منه. فلذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجامة وقت الصيام. نعم. يقول: حينما ينزل عيسى ويدعو للإسلام، هل تقبل توبة من تاب وأسلم، أم أن باب التوبة قد أغفل؟ لا، تقبل التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أما قبل ذلك فتقبل التوبة. نعم. ولذلك تقبل توبة اليهود: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يتوبون ويقبل الله توبته. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أأخذ بأحكام المذهب الحنبلي إذا كنت في بلدي أتبع المذهب الشافعي؟ يا أخي، ما يجب عليك تتبع لا المذهب الشافعي ولا الحنبلي ولا الحنفي ولا المالكي، الواجب تتبع ما عليه الدليل، القول الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله تأخذ به، سواء كان في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، المتبوع هو الدليل. هذا إذا كنت من أهل العلم تعرف الاستدلال وتعرف الدليل، أما إذا كنت عاميا فإنك تسأل من تثق به من أهل العلم وتأخذ بقوله، كما قال جل وعلا: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. يقول: أنا إمام مسجد في قرية من القرى، انقطع الماء في القرية ولم نجد ما نتوضأ به فتيممنا، وأثناء الصلاة علمنا برجوع الماء، لكني لم أقطع صلاتي، وبعد الصلاة قال لي بعض الإخوة: لكن ينبغي لك أن تقطع الصلاة ما دمت علمت بوجود الماء، فما هو القول الصحيح؟ الله جل وعلا جعل التيمم عند عدم الماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجد الماء بطل التيمم. لكن إن وجد الماء قبل الصلاة فإنه لابد من الوضوء، وإن وجد في أثناء الصلاة فإنها تقطع أيضا ويتوضأ المسلم ويصلي. أما إذا لم يوجد الماء إلا بعدما فرغ الإنسان من الصلاة فصلاته صحيحة ولا يعيدها. نعم. وما حكم الصلاة بالنسبة لهذا السائل؟ عليه أن يعيد الصلاة، يعني وجد الماء قبل أن تتم الصلاة فيعيد الصلاة. نعم. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هل الكفر المقصود في الحديث الكفر المخرج من الملة، وما الفرق بين الكفر العملي والاعتقادي؟ أولا، الحديث من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء، يمر كما جاء ولا نتدخل فيه بتأويل. أو ثانيا، نعم، من صدق الكاهن في ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كفر، ومن صدق الكافر فهو كافر. نعم، إذا صدقه. نعم. هل الدعاء عند الملتزم فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو اجتهاد من الصحابة؟ لا أعلم فيه دليلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من عمل المسلمين، وقد جربوا هذا
كما يذكر بعضهم جربوا هذا أنهم يدعون بين الركن والباب، هذا الملتزم ما بين الركن الحجر الأسود والباب، واستجيب لهم. نعم. ما صفة بيع السلم؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بأن تقدم دراهم لمن عنده زراعة أو عنده مصنع أو ليس عنده شيء، لكن تقدم له دراهم يقبضها منك إلى أجل، فإذا حل الأجل يأتي لك بالسلعة التي عقدت عليها، تمرا أو شعيرا أو برا أو أواني أو سيارات أو غير ذلك. هذا هو السلم، وهذا فيه مخرج للمسلمين من الربا، هو بيع صحيح، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم على المدينة وهم يسلفون في الثمار، لأنهم أصحاب زراعة ونخيل، وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك، لكن بهذه الشروط: أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما والأجل معلوما. نعم. هل ورد دليل من الكتاب أو السنة على أن أرض المحشر يوم القيامة هي الشام؟ نعم، في أرض الشام، المحشر في أرض الشام، وفي آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى الشام. نعم. يقول: هل تارك الصلاة بالكلية يعتبر مرتدا، وهل نرفع أمره للقاضي؟ إذا أصر على ترك الصلاة فلا بد أن يرفع أمره للقاضي، لا بد أن يرفع أمره للقاضي ليحضره ويستتيبه، فإن تاب وإلا فإنه تضرب عنقه. نعم، لأنه مرتد. نعم. بالنسبة للصبي الذي تجاوز 15 من عمره ولم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ، هل يعتبر مكلفا؟ علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاثة: الأول الاحتلام، إذا احتلم فقد بلغ، يعني أنزل منيا فقد احتلم فقد بلغ الإنزال. الثانية الإنبات، إذا أنبت شعرا خشنا حول القبل أو الدبر فقد بلغ. والعلامة الثالثة السن، إذا بلغ 15 سنة، يعني إذا لم ينزل، لم يحصل منه إنزال احتلام ولم ينبت، فآخر حد 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة فإنه يكون قد بلغ. هذا بالنسبة للذكر. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فإنها قد بلغت. نعم. إذا تزوج المسلم من كتابية فهل يشترط أن تسلم أم أنه يجوز أن يعيش معها وهي على دينها؟ لا يشترط أن تسلم، يعيش معها الزوجية وهي على دينها، بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لأن الله أباح ذلك وشرط الإحصان وهو العفة عن الزنا. نعم. ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض؟ كفارته كما جاء في الحديث: دينار، أي مثقال من الذهب، أو نصف دينار، أي نصف مثقال من الذهب. نعم. أصلي جميع الصلوات في وقتها لكنني مبتلى بسماع الأغاني، فبماذا تنصحونني؟ التوبة إلى الله عز وجل، بالتوبة إلى الله، والله يتوب على من تاب. الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاستعن بالله واترك سماع الغنى وابتعد عن مجالسه. نعم.
وعن آلاته. نعم. ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ الطاهر عندهم من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، إنما هو طاهر هو في نفسه لكن لا يطهر غيره. لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور أو نجس، أنه إما طهور يطهر غيره وإما نجس، هذا هو الصحيح في التقسيم. نعم. يقول: من أنزل في نهار رمضان بسبب التفكير هل بطل صومه؟ لا، بسبب التفكير. إن أنزل بسبب الاحتلام فلا يبطل صومه، أما إن كان بسبب التفكير نعم يبطل صومه، لأن السبب منه هو الذي يفكر، الواجب عليه أن يقطع التفكير. فإذا استمر في التفكير وأنزل فهو المتسبب فيبطل صومه. نعم. يقول: ما هي ضوابط التعامل مع النصارى، لأنني أعمل في مشاريع تجارية وشريكي في هذه المشاريع رجل نصراني، وهل يجوز الدعاء له؟ الدعاء له بالهداية، من تدعو له بالمغفرة لا. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين